بمجرد بداية نشوب الحرائق بتاريخ 17 أوت 2022، على الفور قيادة الدرك الوطني أمرت بتفعيل خلايا الأزمة، أولا على المستوى المركزي بقيادة الدرك الوطني، على المستوى الجهوي بالقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة، وكذلك على المستوى المحلي بالنسبة للولاية المتضررة من هذه أو التي نشبت بها هذه الحرائق. فيما يخص الضحايا للأسف، ونعزي أنفسنا ونعزي أهلنا وذوينا بولاية طارف وولاية قالمة وسطيف وسوق هراس، ونترحم على شهدائنا. وعدد الضحايا كان في ولاية طارف 33 ضحية رحمهم الله، في ولاية سطيف ضحية واحدة، في ولاية سوق هراس 5 ضحايا، وفي ولاية قالمة ضحية واحدة رحمهم الله. أما فيما يخص المتضررين أو الجرحى اللي راهم متواجدين بالمستشفيات نتمنى لهم الشفاء العاجل، تم توزيعهم وإجلائهم إلى على مستوى مستشفيات طارف قالمة بالريحان وعنابة. فيما يخص دور الدرك الوطني، يعني منذ نشوب أولى الشرارات الخاصة بهذه الحرائق، يعني كان رفقة وبجانب أفراد الحماية المدنية، أفراد الجيش الوطني الشعبي، مختلف الأسلاك الأمنية، وكذا المواطنين من أجل إخماد هذه الحرائق. بعد إخمادها والحمد لله، باشرت وحدات الدرك الوطني مهامها في هذا الشأن، والمتمثلة في البداية أساساً في تقديم يد المساعدة للمتضررين والمنكوبين، والمساعدة على إجلاء الجرحى، وكذلك استخراج الجثث وإيصالها إلى مختلف المستشفيات رحمهم الله. بعد ذلك وحدات الدرك الوطني بدأت في عملية التعرف على الجثث، وكان ذلك بإرسال فريق من الخبراء تابع لملحق المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، التابعين للقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة، من أجل أخذ عينات بيولوجية من هؤلاء الضحايا ومقارنتها مع مختلف المواطنين الذين تقدموا إلى مختلف وحداتنا من أجل الاستفسار والسؤال عن ذويهم من الذين يعني كانوا متواجدين في أماكن نشوب الحرائق. تم التعرف على 18 جثة واستلمت من طرف أهلها رحمهم الله، بقي 15 جثة لم يتم التعرف عليها. من هذا المنبر نوجه نداء لكافة المواطنين الذين لديهم يعني أهل أو أقارب أو يعني كانوا متواجدين على مستوى ولاية الطارف خاصة أثناء نشوب الحرائق، من أجل الاتصال بالرقم الأخضر 1055 أو الاتصال بالفرق الإقليمية سواء على مستوى ولاية الطارف.